people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Satu persatu. Yeah.
Yeah.
والسلام عليك يا حبيبي يا شفيع الأمة، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا صاحب المقام المحمود، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا صاحب البراق، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا صاحب الإسراء والمعراج، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا صاحب قاب قوسين أو أدنى، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا نبي الرحمة، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا نبي التوبة، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا إمام المتقين، ألف ألف صلاة وسلام عليك يا إمام الغر المحجلين، اشفع لنا يا حبيبي يا سيدي، أنت وسيلتنا إلى رب العزة يا رسول الله، توسلنا بك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم شفعه فينا وشفعنا به يا أكرم الأكرمين، أن تغفر لنا ذنوبنا يا ربي يا الله بجاه رسولك الكريم، أن تغفر لنا ذنوبنا يا ربي ولأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، الذي قال فيها أمتي هذه أمة مرحومة متاب عليها مغفور لها، يا ربي تب على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا ربي اللهم يا ربي يا الله توبة نصوحة لأمة سيدنا محمد وفرجا قريبا يا ربي يا الله ونصرا قريب يا ربي يا الله، اللهم إليك توجهنا برسولك يا ربي يا الله فلا تخيب رجاءنا، اغفر لنا وارحمنا اللهم وطهر هذه الأمة تطهيرا يا ربي يا الله، اللهم يا ربي إكراما لرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألف ألف صلاة وسلام عليك وعلى آلك الطاهرين الطيبين يا رسول الله وعلى أصحابك أجمعين وعلى أزواجك أمهات المؤمنين وعلى ذريتك إلى يوم الدين، اللهم صلاة تكون لنا شفاء تاما كاملا لا يبقى من ورائه سقم يا كريم، وطهارة ونورا وشفاء لصدورنا وقلوبنا وأرواحنا يا ربي يا الله، إلى أن تتوفانا تائبين سالمين يا ربي يا الله، مسلمين يا ربي يا الله، إليك يا ربي يا الله، اللهم سلم ديننا ودنيانا خاصة لهذا البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين، خاصة لأهل هذا البيت أصولهم وفروعهم يا ربي، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين، الخير كله نرجو منك يا ربنا يا ربي يا الله، فاغفر لنا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ومرضانا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وجميع من وصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أنت أعلم بسؤالهم يا رب العالمين، اللهم آت كلا سؤله واجعل فيه رضاك ورضا الرضا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة
وبيجي أيمن أنزلت عليه فاتحة وبيجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقطع رجانا يا رب كما وعدتنا، استجب دعانا كما وعدتنا. اللهم اجعلنا يا رب من أهل الخير ومن معامتك لأهل الخير، وأمتنا في طريق أهل الخير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من يعبده يغفر ويرحم. ربي فانفعنا ببركتهم، وأهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاتي من الفتن. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بهم، يا ربي بهم، يا ربي بهم وبأهلهم. أجل بالنصر وبالفرج، بالصحالة والجمالة والعافية والأرزاق والبركات والنفحات والفتوح والغنوم والرسول والعلم والمعرفة واليقين والمحبة والرضا بجيشنا المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك، نحن من